لذلك ما جينا لهذا المكان حتى كل واحد ياخذ ميراثه. والعلم الثاني: واعلموا ان فيكم رسول الله. هذا علم ثاني. فخذ حقك من هذا الميراث. فكلنا نسارع. هذه مجالس الرحمة نزل فيها السكينة، ومقصودها الأول ليس الاستماع، في كل مكان نستطيع نستمع، مقصودها الاجتماع. لذلك في الحديث: ما اجتمع قوم، ما قال ما استمع. فمقصود هذا الاجتماع، بهذا الاجتماع اجساد تجتمع القلوب، تجتمع الأرواح، نزول رحمة الله. فكلنا مرادنا هذه الرحمة. فالأحباب الذي في الخلف إن شاء الله نسارع، أحباب الموجودين في الخلف نسارع الآن. عمل واحد. فهذا العمل الاجتماعي لابد نترك كل عمل ونقبل عليه، لأن الآن الرحمة معية نصرة موجودة في العمل الاجتماعي. فمجينا لهذا المكان يا أخوان الكرام، كيف كل منا يأخذ الرحمة ويرجع بالرحمة؟ وما هو نظام الرحمة؟ ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. من يستطيع يمسك الرحمة؟ فلا ممسك لها، لأن هذه حق للجميع، كما الهواء حق للجميع، والضوء حق للجميع، والماء حق للجميع، الرحمة والهداية حق للجميع، فلا ممسك لها. لذلك في هذه المجالس كل واحد يقدم أقصى ما عنده من الطلب، لأن الذي عند الله لا يؤخذ لا بالعقل ولا بالشطارة ولا بالذكاء، يؤخذ بالافتقار إليه. لذلك الجن أعطوا حق الطلب، قالوا أنصتوا إنصات كامل، فسمعوا كم مرة؟ سمعوا مرة واحدة: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. في مجلس واحد أعطوا حق الاستماع، الله أعطاهم الهداية، ولوا إلى قومهم منذرين: يا قوم أجيبوا داعي الله. لذلك على قدر قوة الطلب قوة الاستماع. الله يعطيك، من المعطي؟ الله. والله ذم الذي لا يسمع، لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فالذي لا يسمع لا يعقل، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم تولوهم. لذلك الله مدح أهل الاستماع وذم الذي لا يسمع. الذين يستمعون القول فيتبعون أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اجعلنا وإياكم. فمدح أهل السمع وذم الذي لا يسمعون، وضعوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا وصروا واستكبروا استكبارا. فالذي لا يريد يسمع هذا مستكبر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم دائما يحب أن يسمع. قال: اقرأ علي القرآن. قال: اقرأ عليك وعليك أنزل. قال: إني أحب أن أسمعه منك. وكان النبي يستمع لقراءة الصحابة: إني كنت لأستمع لقراءتك البارحة. هذا من؟ هذا سيدهم صلى الله عليه وسلم، ولكن يريد يسمع منهم. لذلك يا أخوان الكرام كلنا جينا في هذا المكان حتى الطلب الصادق، سمع صادق، يقين صادق، فالذي عنده يأتي. ثم نرجع بالفائدة والمنفعة لنا ولأمة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك هذه المجالس تريد مسارعة، وكلنا نحاول نسارع. الأحباب جالسين في الخلف نحاول إن شاء الله نفرغ من الحوائج ونسارع. الآن هذه يمكن آخر ليلة تقريبا في الاجتماع. نعم، قدنا الدعاء، جماعات تشكل، فهذه ليلة مهمة. هذه ليلة كل واحد يقدم الطلب. والله ليلة مهمة هذه. نعم.
واجتماع ليس بسيط، ناس أتت من كل العالم، جميع المجتهدين في كل العالم مجتمعين في مكان واحد. كم رحمة متوجهة إليهم، والله كم رحمة. هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فهذه مجالس تقربنا إلى المقصد، تقربنا إلى الرحمة حتى نرجع بها، وحتى كل واحد منا يأخذ ميراثه. هذا حقك، خذ ميراثه. ولكن تأخذ هذا الحق لابد تتنازل، لابد تتنازل. من تواضع لله رفعه. ولا يمكن يأتي الحق إلا بالطلب والجهد. الوحي في أي مكان نزل؟ في البيت. الوحي نزل في البيت؟ لا، في الغار. لابد تترك. اقرأ اقرأ اقرأ. قال ما أنا بقارئ، يا الله أنا ما عندي شيء. هذا من؟ سيد الخلق. قال يا الله ما عندي شيء، ما في شيء. قال ما عندك شيء؟ وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. أنت نفيت، أنا أثبت. سنة الله تنفي الذي عندك يعطيك الذي عنده. وموسى عليه الصلاة والسلام في أي مكان أتى الوحي؟ في البيت. لا، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، في الوادي المقدس. فهنا أتى الاختبار. قال وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصايا أتوكل عليها. ما رأيكم؟ أتوكل عليها. ونحن كل واحد عنده عصا، ما هو شغلك مع عصاك؟ هذه والله المصيبة. قال أتوكأ عليها، ونحن نقول ها؟ هذه مشكلة كبيرة. قال ألقها. فالآن الله جعل القوة في العصا. ما الذي جعل؟ الله. فصارت هذه العصا لموسى تعليما، ولفرعون تخويفا، وللسحرة هداية، ولبني إسرائيل سقاية. كم قوتها؟ وهي هذه عصا. فكم قوتك أنت؟ أنت نائب عن النبي عليه الصلاة والسلام. كم الله جعل فيك من القوة، ولكن ابحث في الداخل. من جاهد فإنما يجاهد نفسه. هذه في اللغة لام الحظية، أي حظك من الجهد، حظك من ربك. توقف جهدك، توقف حظك. ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. لذلك المقصود الأول من هو؟ أنت. أنت المقصود الأول، والجهد عليك هو الأصل، لأن مقدار ما يأتي الجهد عليك تخرج منك الصفات، الصفات التي أحبها ربك، حب التوابين، حب المتطهرين، حب الصابرين، حب المحسنين. فالله جعل محبوباته فيك ومحبوباتك في الجنة، فأنت مراد الله. أنت مراده، لأنك أنت جليسه. فاليوم لابد تشتد على هذه الصفات، لأن الدنيا كلها ميدان لتحصيل الصفات، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. هذا الملك لمن؟ لله ملك السماوات والأرض. لله ما في السماوات والأرض. ما في السماء له، ما في الأرض له، أنت ما لك. ليس لك شيء إلا الله. هذا كيف أخشى الفقر؟ وسيدي ومولاي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، هو الذي معك، كيف تخشى؟ لذلك لابد كل منا يأخذ نصيبه، يأخذ حقه. فهذا الجهد أكبر سبب لتحصيل الصفات. ولا يمكن تأتي صفاتك في بيتك، في البيت تأتي فيك صفات البيتية،
ما هي صفات البيتية؟ أكال، شراب، نوام، قعاد، ضحاك، لعاب. أما الخروج في سبيل الله لا، صفات أخرى: التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون. كم فرق بين هذه وهذه؟ كم؟ ولابد تترك حتى تأخذ. لذلك أعظم كنوز الله جعلها فيك، أعظم كنوز الله دحى فيك، ولكن لا تخرج هذه الكنوز في الوجود إلا بعد الجهد. الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام إذا فق. فهذه كنوز كلها موجودة في الداخل، ولكن بعد الجهد تخرج الكنوز، تأتي القيمة. هذه الكنوز العظيمة من يعرف قيمتها؟ ما في أحد يعرف قيمتها إلا الله. فالدنيا هي ميدان لهذه المعرفة، لذلك كل شيء في هذه الدنيا يجرك إلى الله، إلا نفسك تجرك عن الله. كل شيء الله خلقه في الكون يجرك إليه، ولكن الشيء الوحيد يجرك عنه نفسك، لأن الشيطان يأمركم بالفحشاء والنفس أمارة سوء. فهذا الجهد أول هدايات، في أول يوم خرجتم ما هي الهدايات؟ لماذا نخرج؟ ما هي الهدايات في أول يوم؟ لماذا خرجت؟ لماذا خرجت؟ إصلاح النفس. في الشريعة في هذا الجسد 10% من العورة لابد أن تستر. شريعة في الجسم من السرة إلى الركبة 10% لابد أن تستر، لكن عورات النفس كم في المئة؟ اللهم إن تكني إلى نفسي تكني إلى ذنب وعورة وخطيئة، كلها عورات. فكم تحتاج جهد على نفسك؟ فبهذا الجهد المبارك الله يستر عورات النفس وتخرج فيك الصفات. صفة الرحمة تأخذها من؟ من الرحيم، وتنزل في ميدان الناس وتكون رحيم. صفة الكرم أي مكان تأخذها؟ من الكريم، وتنزل في ميدان الناس وتكرم حتى تكون كريم. صفة اللطف كيف تأخذها؟ تنزل في ميدان الناس تلطف تكون لطيف. صفة المعطي تنزل وتعطي حتى تكون معطي. صفة الودود تنزل وتحب حتى تكون معبود. فتأخذ الصفات من؟ من الله. فهذا الجهد أكبر سبب لتحصيل الصفات. لذلك الله ذكر الأنبياء بالصفات. الله ذكر الأنبياء صفات. الله ما ذكر ألوانهم أشكالهم، الله ذكر صفاتهم، لأن الدنيا ميدان لتحصيل الصفات. وهذا الجهد المبارك أكبر سبب لتحصيل الصفات. شيخ سعيد رحمة الله عليه كان يقول: الذي هذا الجهد ما أصلحه جميع المصلحين في العالم لا يصلح حياته. أكبر سبب للإصلاح. لذلك بالجهد الصحابة انتقلوا من شر القرون إلى خير القرون، من الضلال المبين إلى الهداية الكاملة. فجهد لتحصيل الصفات. ونحن الآن في الميدان، نحن الميدان، فكل واحد يعرض نفسه ويحاسب نفسه، ولكن هناك ميزان للمحاسبة. أحيانا الماء لما تنظر إليه تقول هذا ليس فيه شيء، ليس فيه، لكن لما يدخل المختبر قال لا هذا كل شيء فيه. فالميزان واحد: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. الميزان الصحابة، هذا أعلى مستوى، أرقى مستوى في الارتقاء البشري. من هم؟ قوم اختارهم الله لصحبة نبيه ونقل دينه. من اختارهم؟ الله. لذلك هذا الجهد اجتباء من الله. جميع أعمال الدين والدنيا اكتسابية، تجارة بالاكتساب، زراعة بالاكتساب، الفقه، الإمامة، الحديث،
فتوى القضاء هذا بالاكتساب، أما التبليغ بالاجتباء. من الذي اجتباكم؟ الله. والذي اجتبى نفى الحرج، وما جعل عليكم في الدين من حرج. من الذي نفى الحرج؟ الله. إذا الله نفى الحرج ينتفي ولا ما ينتفي؟ ما هو الدليل؟ ملة أبيكم إبراهيم. إبراهيم عليه السلام ضحى بالحياة، الله وهب له الحياة. ضحى بالبلد، الله عظم البلد. ضحى بالولد، الله عظم الولد. ضحى بالزوجة أصبحت أم العرب. هذه ملة أبيكم إبراهيم، فملته التضحية. ملته التضحية. هل وجدتم إمام بغير مأمومين؟ إمام بغير مأمومين؟ هو إمام بغير مأمومين. إبراهيم لحاله أمة، إمام وأمة. لذلك الله ماذا قال؟ واتخذوا من مقام إبراهيم، كل الصلوات الآن من مقام إبراهيم. ومن نتيجة جهده ومن ذريته ومن ذريته ومن ذرية جميع الأنبياء. هو ما رأى أمامه نتيجة، النتيجة متى ظهرت؟ بعده. لذلك من رحمة الله عز وجل ما طلب منا النتيجة. لا، أكبر نتيجة أنت، أكبر نتيجة أنت. الله قادر لمحة واحدة يفتح أبواب الهداية في العالم، في لمحة واحدة لا يعجزه شيء. ولكن أكبر نتيجة استقامك على الجهد، أن تأتي فيك الصفات، لأن مقام العباد عند الله بصفاته ليس بالذوات. فهذا الجهد أكبر فرصة، حتى كل واحد يقدم لنفسه، يقدم لنفسه. كما نسمع الآن، نسمع من المشايخ، نسمع لابد تغيير المقصد، لابد تتطابق نيتك بنية نبيك صلى الله عليه وسلم. ما هي نية نبيك؟ كل الدين في كل العالم إلى قيام الساعة. هذا نية إمامك. إمام الصلاة لابد تتبعه في النية. إذا إمامك يصلي المغرب 3 ركعات وأنت دخلت معه نية 2 ركعة، حكم الصلاة ما هو السبب؟ اختلاف النية، خالفت إمامك في نيته. وإمام الصلاة من التكبير إلى التسليم تنتهي إمامته. أما نبيك هذا إمام الحياة، من الولادة إلى القبر، من الرأس إلى القدم، إمامته لا تنتهي. فما هو مقصودك من الجهد؟ ما هو مقصودك من الجهد؟ كل الدين في كل العالم إلى قيام الساعة. إذا هذه نيتك الآن تفهم مراد ربك، تفهم حياة نبيك. لأن ربك ما أنزل القرآن إلا لهذا المستوى. نبيك حياته الطاهرة العامرة التي الله أقسم بها لعمرك، عمره العامر الذي عمر به البشرية كلها. فإذا تطابق حياتك بحياتك بحياتي فعمرك عامر، وإذا بعدت هذه الحياة عن هذه الحياة فهم في سكرتهم يعمهون. كم الناس الآن في هذه السكرة يعمهون؟ فلابد نغير النية. مقصودنا بيتك، الزوجة، الولد، البلد، كل الدين في كل العالم إلى قيام الساعة. فالآن تفهم مراد ربك، تفهم خطاب ربك، تفهم ماذا يريد المولى عز وجل. لذلك القرآن نزل في هذا المستوى، 100 آية نزل، أنزلناه. لماذا؟ ما هي علة إنزاله؟ كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، هذه علة إنزاله. وفرق بين الظلمات وبين النور، فرق، عندنا شيء وعنده شيء آخر. النور عندنا نور الشمس أو نور الضوء، والنور عنده نور الإيمان والهداية. نور
هداية. إذا دخل في الصدر انفسح وانشرح. قيل يا رسول الله وهل لذلك من علامة؟ قال التجافي عن دار القرور والإنابة إلى دار الخلود والاستعداد للموت قبل النزول. هذا النور عنده. وما هو الظلام عندنا؟ ظلمة الليل. وما هي الظلمة عنده؟ ظلمة القلب. ظلمة. لذلك الذي ما عرفه هو في الظلام، في بطن الأم ثلاث ظلمات: الرحم والبطن والمشيمة. والدنيا الله قال ظلمات بعضها فوق بعض، والقبر ظلمة، والقيامة 50,000 سنة ظلمة، وجهنم أظلم ما خلق الله. فالذي ما عرفوه أتوا من الظلام وعاشوا في ظلام، يمشوا إلى ظلام. هل رأوا النور؟ والله ما رأوه. النور عندك أنت، وهذا النور الذي معك ليس حق لك. أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. هذا حقهم، حقهم. ففرق بين الظلمات والنور، وفرق بين الحي والميت. الحي عندنا المتحرك، والميت غير المتحرك. لكن الحي عند الله من هو؟ يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. هذا حي. وبغيرها هل هو حي؟ إنك لا تسمع الموتى ولكن الله يسمع من في القبور. هؤلاء حكمهم عند الله قبور، حكمهم قبور. والموتى يسمعون، وهؤلاء أحياء ولكن لا يسمعون، حكمهم عند الله كالقبور. والميت يسمع قرع نعالهم، هذا ميت هو ولكن يسمع قرع نعالهم، ولكن هذا لا يسمع، حكمه عند الله قبور. كم الفرق؟ لذلك بالجهد تأتي القيمة، بالجهد تأتي قيمتك عند ربك، بغير الجهد هذا الإنسان ليس له قيمة. لذلك كلنا جينا لهذا المكان حتى كل واحد يأخذ حقه، يأخذ ميراثه. في الدنيا كل منا لا يتنازل عن حقه، فلماذا تتنازل عن حقك من نبيك؟ هل الصحابة تنازلوا ولا أخذوا؟ والله أخذوا، عضوا عليها نواجذ. فاستمسك بالذي أوحي إليك. فالآن نسبة جهدنا، فاستمسك أم امسك؟ نعم، ما هي نسبة الجهد؟ فاستمسك ولا امسك؟ فاستمسك. لا لا، هذا المطلوب، فاستمسك بالذي أوحي إليك. ولكن ما هو الذي عندك؟ نعم. وين؟ لا لا لا، ما وصلنا إلى امسك. الآن نحن في مسيكة، نحن في مستوى تبليغ على هكذا. والدنيا فاستمسك. كيف يأتي الذي عنده وأنت هذا مستواك؟ الله طلب منك كل شيء، همك، فكرك، جهدك، كل الذي فيك له، لأنه هو الذي اشتراك، كيف تبيع لغيره؟ فالصحابة رضي الله عنهم أخذوا، أخذوا بحقه، لأن عروه هي الحقيقة. والذي ما أخذ الحق إيش يأخذ؟ اللهم أنت الحق ووعدك الحق والجنة حق والنار حق ولقاؤك حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. هذه حقائق وما سوى ذلك. لذلك يا أخوة الكرام، هذه فرصتنا، كل واحد يأخذ حقه قبل أن يأتي يوم لا تستطيع تقدم ولا تؤخر، يوم يتذكر الإنسان وأن له ذكرى. واليوم هي الفرصة لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. فالآن هي فرصة، والأيام تمضي من الحياة، وحتى الآن فقط إذا جعلنا مقصد صح. الباقي على من؟ الباقي على الله. إذا رضى الله عز وجل نظر إلى الطلب الصحيح مع الصدق، الآن
من الذي يعطي؟ الله. الله. وإلا الصحابة ما عندهم شيء، عندهم الصدق. الله قال أولئك هم الصادقون. وطلب من جميع المؤمنين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. لو قال كونوا من الصادقين من يستطيع يأتي؟ ولكن الله تلطف ورحم، قالوا كلوا مع. كلب أهل الكهف منهم ولا معهم؟ معهم. هو دخل معهم، الله طهره من كل وجه ودخل الجنة. قالوا العلماء كلب أهل الكهف يدخل الجنة، والله ذكر اسمه. وإذا اسمه تقول كلبهم خمس حروف، 50 حسنة. ما هو السبب؟ الصحبة. الصحبة معهم. فالله طهره من كل وجه، وهو نجس العين، كل شيء فيه نجس، هذا كلب. فما بالكم أي إنسان يحمل الخطايا كلها يمشي بهذا السبيل، يطهر ولا ما يطهر؟ الله يطهره من كل وجه. نعم، لأن الله قدوس، الله صفته طاهر، فهذا الجهد بسبب تهتي الطهارة. لذلك ماذا قال النبي عليه وسلم؟ مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم مثل القيث. مزاج القيث دائما متحرك، طاهر ومطهر، طاهر مطهر. وإذا توقف، توقف الماء الآن يحمل النجاسة. ومع فينا الضعف البشري، فينا الخطايا، كمال لله والعصمة للأنبياء، والخطأ على البشر فينا، ولكن ما دمنا متحركين في الميدان طاهر مطهر. لا تحمل النجاسة. وعند الموت الله يعطيك الجزاء الأوفى، لأكفرن عنهم أسوأ ما عملوا، مش السيء، يكفر عنك الأسوأ، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فعند الموت يكفر عنك ليس السيء، يكفر الأسوأ ويعطيك الأحسن. كم هو كريم، كم كريم، هذه كرامته. لذلك اجتمعنا لأجل هذا المقصد، كل واحد يأخذ نسبته. لا تأتي يوم القيامة صفر اليدين، صفر. لذلك الله أنزل سورة محمد صلى الله عليه وسلم. هذه السورة تتكلم عن شيئين، أعظم طاعة للنبي طاعته في مقصده، أعظم معصية للنبي معصيته في مقصده. أعظم طاعة تطيع في المقصد، أعظم عصية تعصيه في مقصده. لذلك الصحابة رضي الله عنهم من أول يوم فهموا المقصد، فهموا. والآن نحن كم نحتاج من مجلس إلى مجلس، من خروج إلى خروج، حتى يأتي شيء 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 قليل من الفهم، قليل. لذلك هذه الأيام هي فرصة لنا، أسباب الآن كلها مجتمعة، أسباب كلها مجتمعة. فالآن في هذه الأيام وهذه آخر ليلة، كل واحد يراجع نفسه، كل واحد يريد يراجع نفسه. الله قال للصحابة ومنكم من يريد الدنيا ومنكم من الآخرة، هذا بعد بدر. وإيش يريدون؟ أطهر مال، يريدون أطهر مال، مال الغنيمة. ولكن الله قال منكم من يريد الدنيا ومنكم. فكل واحد يا أخوان الكرام لابد تكون إرادته صحيحة. من أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. هذه إرادة صحيحة. جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم أهل السعي المشكور، سعي. تفاصيل الجنة في القرآن لمن؟
تفاصيل الجنة في القرآن للذي قاموا على الجهد. لا توصل لا توجد تفاصيل الجنة للصائمين والقائمين، لا، تفاصيل الجنة في القرآن للذي قاموا على الجهد. تفاصيل النار في القرآن ليس للزنا والسراق، لا، للذي وقف ضد الجهد. أكثر سورة تكلمت عن الجنة سورة الإنسان، سورة الدهر، هل أتى على الإنسان من الدهر، تكلمت تفاصيل الجنة. ثم لما بينت التفصيل قالت إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. ولكن الله قال فاصبر لحكم ربك، فاصبر لحكم ربك. ما هو حكم الله فيك؟ أنت مسؤول للجهد، حكم الله فيك ما هو؟ استمرار الدعوة، استمرار وتحمل الأذى وتأخير النصرة، استمرار دعوة لا يكون الانقطاع، وتحمل الأذى وتأخير النصرة، هذا حكم الله فيك، أنت منسوب إليه، هذا حكم الله، هذا حكم الله للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فهذا حكم الله فيك. تريد هذه الدرجات والمقامات العالية، هذا حكم الله، فلا بد استمرار. لذلك الدعوة مربوطة بإيمانك، دعوة مربوطة بإيمانك. أنبياء عليهم الصلاة والسلام الإيمان يوميا في ازدياد، لأنهم مشغولين بالمقصد، مشغولين عصمة. ما هي العصمة؟ حفاظة من التدني وفتح باب الترقي، فكانوا يترقوا ويرقوا من أتباعهم معهم، فكانوا يوميا في الترقي، فهذا جهد الترقي، جهد ترقي، أعمال يومية، أعمال شهرية، أعمال أسبوعية، أعمال سنوية، أعمال مع الناس، أعمال مع الله. في وقت فاضي؟ دعوة في وقت فاضي؟ لا، دائما مشغول في الأعمال، هذا باب الترقي. ومقدار ما تأتي فيك الأعمال الآن قيمك عند ربك. شيخ الياس رحمة الله عليه كان يقول إذا تقوم بهذه الأعمال مجتمعة لا يموت أحدكم حتى يصل إلى درجة الولاية وهو لا يدري. كم قوة فيها وأنت ما تدري. لذلك يا أخوان الكرام كلنا هذا المجلس مهم، فنجلس بالطلب الصادق، نجلس ما ندري متى وقت القبول، ساعة القبول، لحظة القبول، مجلس القبول، هذا غير معروف، ولكن قدر الطلب الله يعطي، قدر الاحتياج الله يعطي، ونوسع النية، نوسع النية، هذا ميراث عظيم في سعادتنا وسعادة البشرية، فلا أرجع إلا أخذ ميراثي وحقي، حقك الشرعي، ولا أتنازل عنه. والاستمرارية في الجهد لأن الراحة فيه، الراحة وتحمل الأذى، إذا أتى الأذى لا سمح الله ولا قدر الله فهذا الأذى أتى من اللطيف، فلا ننظر إلى البلوى، ننظر إلى جمال المبتلي فتهون عليك البلوى. هذا جاء من عند من؟ جاء بقضاء وقدر منه، فانتظر إلى جماله فيهون عليك كل شيء، هذه عطايا ومنح منه للترقية وللتربية وتأخير النصرة. طيب ما هي أكبر نصرة؟ أكبر نصرة ما هي؟ ها؟ بداية؟ لا، أكبر نصرة تموت على الدين، ولا تموتن إلا وأنتم تموت على المقصد. دين ظاهر، أمر الله ظاهر، يبلغ هذا الأمر ما بلغ الليل النهار
ولن يكون بيت حجر أو شجر أو مدر إلا أدخل الله فيه الإسلام. لكن أكبر نصرة أن تموت على الدين، هذه أكبر نصرة. والله هذا الموعود الأعلى، موعود أعلى، هذا هو الموعود الأعلى، يغفر لكم ذنوبكم. الشيء الذي بسببه يغفر ذنبك، هذا فرض عين ولا كفاية؟ يغفر لكم فرض عين ولا كفاية؟ هذا فرض عين، هذا مطلوب كل واحد منه. بالجهد الذي فيه المغفرة، كل الأنبياء طلبوا المغفرة من الله، لأن العباد ليس لهم مقام عند الله إلا بالمغفرة. وأول من طلبها نوح عليه الصلاة والسلام، رب اغفر لي ولي والدي. وطلبها هود وصالح عليهم الصلاة والسلام، وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام، إلى محمد رسول الله، كلهم طلبوا مغفرة. فإذا أتت المغفرة كل شيء يأتي بعدها، فهذا الجهد أكبر سبب للمغفرة، أكبر سبب للمغفرة. فأكبر نصرة أن تموت على المقصد، تموت على المقصد. لو مثلنا اليوم، هل الله يسألك عن أي شيء؟ يسألك ما انتشر الدين في العالم؟ لا لا، يسألك عن إيمانك، من ربك، ما دينك، ومن رجل الذي بعث فيك، هذا المقصد. لذلك المقصد الأول الدعوة للداعي ليست للمدعو، دعوة للداعي تركيزا، للمدعو تذكيرا. فما المقصود الأول؟ شيخ يوسف رحمة الله عليه كان يقول الذي نوى من الجهد الناس، فالإيمان يأتي في الناس، النفاق يأتي فيه. والذي نوى من الجهد هداية نفسه، الله يهديه ويهدي به الناس. لذلك هذا الجهد ميدانه الأول من هو؟ أنت. أنبياء عليهم الصلاة والسلام ميدانهم الأول النفس أم الناس؟ ها؟ لا، مين قال؟ نفوسهم. نوح عليه الصلاة والسلام جهد متواصل، دعوت قومي ليلا ونهارا. بعد 600 سنة من الجهد الله أوحى إليه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. كم باقي؟ 350 سنة. توقف عن الجهد، لأن هو المقصود ليس الناس، هو المقصود. الله فرق بين يوسف ويعقوب 40 سنة، هذا نبي هنا نبي، جبريل ينزل هنا ينزل هنا، لماذا ما أخبر يعقوب عن يوسف تنتهي المشكلة؟ ما هو السبب؟ مقصود التربية، حتى بيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، السواد أصبح بياض. الآن وصل الحد المطلوب من التربية. والله أرسل موسى يتربى عند من؟ فرعون. قال ألم نربك فينا وليدا. الآن الله عز وجل أرسل موسى إلى فرعون، من يذهب إلى فرعون؟ فقط موسى، اذهب فرعون. فصارت تربية موسى عند من؟ فرعون. فصار فرعون مكان لتربية من؟ موسى. 40 سنة موسى إلى فرعون، ولكن كم يحمل في قلبه من الرحمة. الله طمعه في الهداية، أكبر طمع في قلوب الأنبياء الهداية، لعله يزكى، لعله يتذكر أو يخشى. وفرعون طمع موسى فيه، قال يا موسى لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك. فالله طمعه وفرعون طمعه، فكان طمعه في الهداية. ما تغيرت عاطفة موسى، على قدر قوة الطمع تأتي الهداية، ضعف الطمع ضعفت الهداية، انقطع الطمع انقطعت الهداية. فكل نبي في قلبه طمع للهداية. فالله جعل تربية موسى عند من؟ فرعون، طمع الهداية. والطمع الذي في قلب النبي صلى الله عليه وسلم هداية من؟ بشرية كاملة. هذا الطمع الذي في قلبه. الآن كم نسبة الطمع موجودة في القلوب؟ طمع؟ لا يا. لذلك الله أوجب علينا طلب الهداية، وأوجب علينا
جهد الهداية. من الذي أوجب الطلب؟ وأوجب الجهد في أعظم لقاء بينك وبينه. فاتحة أعظم لقاء بين العبد وبين الرب، لأن الله يحب الحمد، فعلمنا كيف نحمد وجعل لنا أعظم لقاء، وعلمك كيف تحمد وكيف الجميع يحمد بلسان واحد، وكلهم ماذا يقولون؟ الحمد لله رب العالمين. لأن الله يحب الحمد، وسمى نبينا أحمد وأمته حمادة، ويرفع له لواء الحمد، ويسجد سجدة الحمد، ويفتح عليه من الحمد، لأن الله يحب أن يحمد وهو أحق أن يحمد جل شأنه. فهذا مقام الحمد العظيم. الله أوجب عليك الطلب، طلب أعظم شيء في خزائنه، أعظم شيء في خزائن الله الهداية. الذي عنده ذرة واحدة من الهداية ومقابل هذه الذرة عنده ذنوب كجبال الأرض، وترمى هذه الذرة على الجبال تقلبها حسنات. كم قوة الهداية، كم قوتها. لذلك الله أوجب الطلب، ولا بد يكون طلب صادق. شيخ يوسف رحمة الله عليه كان يقول: إذا تطلب الهداية بالطلب الصادق، الحال الذي أتى على الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين يأتي عليكم، إن هذا طريقهم، فعلى قدر الطلب يأتي الحال الذي أتى عليهم. وهل يجوز طلب بغير جهد؟ ما رأيكم؟ طلب بغير جهد؟ وهل يجوز جهد بغير طلب؟ لا. فالطلب مع الجهد، فيوميا نطلب، يوميا نجتهد، يوميا. فالآن أول من يتحصل هداية أنت. فهذا ميدان عظيم، ويشهد لنا يوم القيامة: إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، إن أرضي واسعة فتهاجروا فيها. كل هذه الأرض وكل العالم يشهد. متى يشهد لك؟ يومئذ تحدث الناس في العرق وفي القلق وفي الاضطراب، والأرض تشهد لك. القرية، الدولة، المنطقة، القارة، البر، البحر، يشهد ولا ما يشهد؟ والله يشهد. والله هنيئا لك، هنيئا لك، كل شيء يشهد لك يوم القيامة. لذلك ميدان جهدنا عالمي، وجعلت هي الأرض مسجدا وطهورا. فصار جهدنا عالمي لأن مسجدنا عالمي، وقبلتنا عالمية، وإمامنا عالمي. فصارت الأرض كلها في حكم المسجد، كلها طاهرة، والجهد أكبر سبب للطهارة. فهذا الجهد المبارك أخوان الكرام به تحصيل هذه الصفات المطلوبة عند الله. لذلك الله ما طلب النتائج. النتائج متى تظهر؟ النتائج تظهر في أول لمحة، خروجك من الدنيا وإقبالك على الآخرة تظهر النتيجة. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. الآن تلاقي كدحك، وينادى عليك بكدحك ليس باسمك: يا ولي الله أبشر بروح وريحان ورب راض غير غضبان. الآن تضحك إلى الأبد. من الذي أضحك؟ الله. من الذي أبكى؟ الله. والله يحفظنا وإياكم. الذي فرطه في الكدح في أول لقاء ينادى عليه بكدحه: يا عدو الله أبشر بسخط الله وغضب الله. الكل يكدح، كل، والنتيجة هناك. فهذا يضحك إلى الأبد، هذا يبكي إلى الأبد. والموعد عند الحوض، قال: موعدكم حوض. أول لقاء لهذه الأمة مع نبيها، موعدكم حوض. حوض أعطانيه ربي أشد بياضا من اللبن،
وأحلى من العسل وأبرد من الثلج. طوله مسير الشهر، عرضه مسير الشهر، كيزانه عدد نجوم السماء. وفي الحديث من ورد علي الحوض فقد أفلح. الصفة الثانية من ورد علي الحوض جعل الله له من أمره يسرا. الصفة الثالثة أبيض وجهه ولا يسود. الصفة الرابعة شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. فهناك الموعد، هناك موعد. فالصحابة كانوا يتسابقوا للموعد، سابقوا الموعد. ثم يأتون ناس حول الحوض فيمنعوا عنه. فقال أبو الدرداء يا رسول الله أنا منهم؟ قال لا، لست منهم، أنت أول من يرد. كانوا يخافوا، لست منهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أمهات المؤمنين وقال أولكن لحوق بي، أطولكن يدا. وهذه من؟ زينب بنت جحش رضي الله عنها، أول من يرد من أمهات المؤمنين على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم الفقراء المهاجرين، فقراء، ومنهم من يرد بعد ثلاث، ومنهم من يرد بعد شهرا. في فرق ولا ما في فرق؟ الله يغفر. الذي تقدم يتقدم يوم القيامة، وما زال قوم يتأخرون حتى يوم القيامة. هؤلاء تقدموا، الله قدمهم، قدمهم. لذلك ميدان جهد عظيم. والنسبة الصفات، النسبة إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أشكالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فكل الصفات هنا، التقوى ها هنا، ويشير إلى صدري ثلاث مرات ها هنا، فكل شيء موجود ها هنا. لذلك الذي جعل ميدانه هنا، الجنة هنا موجودة، الجنة فيه موجودة هنا، والله يحفظنا وإياكم النار فيه موجودة هنا، كل شيء موجود في داخل. فالسر العظيم أنت، والجهد يبرز الصفات. يوم القيامة لا تبرز إلا الصفات، يومهم بارزون. لا يمكن يوم القيامة يبرز شيء، لا تبرز إلا صفاتك. حتى ممنوع يوم القيامة تلبس لباس، ممنوع اللباس إلا الصفات. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يحشر الناس يوم القيامة وعليهم قمص، عليهم قمص، ومنهم من قميصه إلى عنقه ومنهم إلى ثديه، وأما عمر يجر أذياله في الجنة. قدم يأخذ. فاللباس يوم القيامة لباس التقوى، والزاد يوم القيامة زاد التقوى. والجنة كلها أعدت لمن؟ متقين. وهذا الجهد أكبر سبب لتحصيل التقوى. لذلك النسبة التي بيننا وبين الرب جل شأنه نسبة التقوى، واتقوني يا أولي الألباب. لأن من خاف الله وجد الله، ومن رجا الله وجد الله. بالخوف والرجاء العبد يصل إلى مولاه. فالمراد كيف كل منا يخرج من الدنيا وعنده الصفات المقبولة عند ربه. صفات الصحابة رضي الله عنهم بعد الجهد تحصل على الصفات. فمن الذي رضى؟ الله رضى عن جهدهم ورضوا عن عطائه، فعاشوا الرضاء المتبادل. الله قال يحبهم ويحبونه، عاشوا المحبة المتبادلة بينه وبين الله. فبهذا الجهد تخرج منا المحبوبات الإلهية. على قدر ما تملأ الدنيا بمحبوباته، الله يملأ الجنة بشهواتك. وأكثر إنسان مجاهدات في الدنيا أكثرهم شهوات يوم القيامة. لذلك أعظم جنة يوم القيامة جنة من؟
محمد رسول الله، ثم بعده أبو بكر رضي الله عنه. فنسبة الصحابة نسبة الصفات، نسبة أرحم أمتي بأمة أبو بكر، أفضل من وطأ الأرض بعد الأنبياء أبو بكر. يا أبا بكر أنت عتيق الله، يسمى العتيق، من سماه صاحبه؟ الله. ثاني اثنين إذ هما في القار إذ يقول صاحبه. شملته معية الخالق، إن الله معنا، شملته معية الله. وبه الله حفظ أمة الإسلام. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم يحبونه. من سماكم أحباب؟ من سماكم؟ الله، سنة الله. إذا الأمة تقع في الردة فورا الله يأتي بقوم يحبهم ويحبونه لحفاظة الأمة من الردة. من سماكم أحباب؟ الله، سنة الله. فالله أتى بالصديق رضي الله عنه ومن معه لحفاظة الأمة. فهذه الآيات ماشي إلى قيام الساعة، فورا الله يأتي بقوم يحبهم. لذلك الله عز وجل أعطاهم صفة مشتركة، أولئك هم صادقون. صادقون، فصدقوا في المقصد، فصدقوا في العطاء، وعند الله يوم القيامة لهم مقعد صدق عند ملكهم. هذا مقعدهم. لذلك الصحابة رضي الله عنهم بردت صفات، لو كان نبيا بعدي لكان عمر، كل صفات النبوة جمعت فيه، إلا أن أغلقت باب، أغلق باب النبوة. كم فيه من الصفات؟ الشيطان يخاف من ظله، ظل عمر رضي الله عنه، وعثمان رضي الله عنه ذو النورين، ذو، وكان أحيا الناس. إذا ذكر عثمان ذكر الحياء. وعلي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا علي، أما ترضى أن تكون عندي بمنزلة هارون من موسى؟ ويا مقداد، إن الله أمرني بحبك وأخبرني أنه يحبك. ويا معاوية، اللهم اهده واهد به واجعله هاديا مهديا. وما أضلت الخضراء ولا أقلت القبراء، أصدق لهجة من أبي ذر. واهتدوا بهدي بن مسعود، وما حدثكم به عمار فخذوه. وعامر بن فهيرة رفع في السماء كما رفع إدريس مكانا عليا. ومن أراد أن ينظر إلى زهد عيسى فلينظر إلى أبو الدرداء رضي الله. هل هذه الصفات بسيطة؟ لا والله. وحنظلة قسلته الملائكة على صحائف من ذهب بين السماء والأرض. لو هو اغتسل هل يكون قسيل؟ لو اغتسل يكون قسيل؟ لا، لا يكون قسيلا. وخزيمة شهادته بشهادة رجلين، وحمزة أسد الله وأسد رسوله، وجعفر أبدله الله بجناحين في الجنة، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وعبد الرحمن بن عوف أمين الله في الأرض وأمين الله في السماء، وأبو عبيدة أمين هذه الأمة. فما بالكم 124 ألف صحابي، عددهم بعدد الأنبياء، وعدد أهل بدر بعدد المرسلين. من اختارهم؟ لذلك هذا الجهد ليس اكتسابي بل اجتبائي، سيكتسب ولكن اجتباء من الله. فكلنا نشكر الله على هذه النعمة، نشكر الله نعمة، المنعم من؟ والله. ونعمته الجهد، نعمته. والله يقول لنبيه: ولا تمنن تستكثر. المنان هو الله، والمن الجهد، والممنن عليه أنت. فدائما عيش في هذه النعمة، ودائما تذكر
إن المنعم من هو؟ الله. وصاحب الفضل والعطاء من هو؟ الله جل شأن. لذلك نمشي في الجهد مع الخوف، لا نمشي بالطمأنينة. من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. لا تكون عندك طمأنينة، لأن الجهد في شيئين: قوة نورانية وقوة ظلمانية. في قوة نورانية وفي نفس الوقت قوة، فدائما محتاجين للجهد. هذه حاجتنا، هذه حاجة كل واحد فينا، أن يتحرك وتتحرك معه الأعمال في كل مكان. في البيت أعمال، في المسجد أعمال، في الحي أعمال، في السفر، في الحضر، في كل مكان تحركنا بنسبة الأعمال، الهداية متحركة. توقفت الأعمال؟ توقفت. السنة التاسعة من الهجرة، عام الوفود، عام كان مستوى الجهد اجتماعي، فأصبحت الهداية اجتماعية. 60 وفد وفدوا على مسجد رسول الله. ماذا يريدون؟ هؤلاء طالبين الهداية، طالبين الهداية. وبيئة المدينة 100% الله عز وجل أحيا فيها أعمال الهداية، أعمال المسجد، أعمال البيوت، أعمال في المزارع، أعمال في الدكاكين، في الشوارع، 100%. فأصبح الدين يسرا، كل واحد يأتي يتعلم دينه ويرجع بالدين. والوفد يأتي الأسبوع الأول، النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ الأحوال، ثم الأسبوع الثاني يأخذ الأحوال، فيقول: فقه القوم، حكماء، علماء، كادوا أن يكونوا أنبياء. قال: هذا الذي رأيته عندنا، هذا هو الدين، الآن نرجع بالدين. كم يوم؟ تشكيلين، تشكيل أول أسبوع، تشكيل الثاني أسبوع، بعد أسبوعين. الآن نحن كم تشكيل محتاجين؟ تشكيل مع تشكيل، مع هدايات، مع بيانات. الصحابة فهموا مقصد البيان قبل البيان، مقصد البيان فهموه قبل. الآن من بيان إلى بيان، من مذاكرة إلى مذاكرة، حتى نفهم المقصد. أسأل الله يفهمنا المقصد. فنربط حياتنا في الأعمال، قيمة الإنسان عند الله بالأعمال التي خرجت من جسد النبي صلى الله عليه وسلم. كل الأعمال التي خرجت منه للهداية، أعماله هداية. نعم. فالله جعل أثر أعمال النبي صلى الله عليه وسلم على مستوى العالم. الآن الهداية تنتشر، وباب الهداية الآن مفتوح. نعم، على مستوى العالم، في كل لمحة، في كل لحظة مستوى الهداية يزيد، لأن في كل لمحة وفي كل لحظة الأعمال متحركة على وجه الأرض، فترتفع الأعمال من وجه الأرض إلى وجه السماء. فإذا وصلت الأعمال إلى وجه السماء، فتح باب الرحمة والقبول. فالذي ينزل من السماء ما هو؟ تنزل الرحمة. من السحاب، ماذا ينزل من السحاب؟ المطر، آثار رحمة الله. ولكن ما هو أعظم من المطر؟ رحمة وهداية. فهذه الأعمال يا أخوان الكرام هي سبب لتحصيل الهداية، والله أرادنا أن نشارك في سبب الهداية. الله قادر، في كل قرية يجعل مسجد، كل قرية مسجد. طيب من يشارك في بناء المساجد؟ فالله قادر، لمحة واحد يهدي الناس، ولكن الله أراد نشارك في أجر الهداية ويكون لنا نصيب من الهداية. فالهداية هي مراد الله، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هذا هو مقصود الكتاب. وكل قصص القرآن، 25 نبي ورسول عليهم الصلاة والسلام، هؤلاء أولئك الذين هداهم الله، جهدهم جهد الهداية. وما هو مقصود منا؟ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ومن الذي وعد؟ أصدق القائلين. لام التوكيد، نون التوكيد الثقيلة، صاحب الجهد له الهداية،
أما هداية الناس هذه في الغيب، لأنه هو الذي يهدي من أحب. أبو طالب اسمه أبو طالب ولكن ليس عنده الطلب، والله قال لنبيه إنك لا تهدي من أحببت ولكن من أحبه الله هداه. من أحبه الله هداه. لذلك هذه فرصتنا كلنا الآن، نحن في الفرصة، والله فرصة. النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبر، قال تدرين ما الذي يريد هذا؟ قال الله ورسوله أعلم. قال هذا يريد ركعتين من دنياكم، من الدنيا كلها. فالآن الفرصة، كل واحد يقدم أقصى ما عنده من الفكر، أقصى ما عنده من الجهد، أقصى عنده ما عنده من الطلب الصادق، حتى الذي عند الله يأتي. الذي عند الله يأتي. وهل الذي عند الله بعيد ولا قريب؟ إذا سألك عبادي عني فإني قريب. وإنسان عنده مشكلة ينادي البعيد ولا القريب؟ ينادي من؟ ينادي القريب. فلماذا ما تناديه؟ الله وصف الأنبياء بصفة الإنابة، أواب، أواه. من هذا؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فصفة الطلب الصادق تأوه، الاحتراق من الداخل. فالهداية قريبة من الجميع، ولكن تحتاج الجهد، خاصة في هذا الوقت والزمن. كالأرض العطشانة، الأرض لما يزداد فيها القحط كيف تفتح فمها؟ مفتوحة حتى لو قطرة واحدة تسد الحاجة. فالآن هكذا البشرية، لو جهد بسيط، جهد بسيط، لكن كم أمطار الرحمة والهداية تنتشر. نعم. لذلك يا أخوان الكرام، كل شيء له وقت، كل شيء له وقت. كما هذا النهار الآن أتى، كيف أتى هذا النهار؟ هذا النهار الذي ترون الآن على مستوى العالم كيف جاء؟ أتى بسبب خيط واحد، حتى يتبين لكم خيط الأبيض، خيط واحد. هذا الخيط الأبيض إلى أتى كم فيه من قوة نورانية، ولو كل الظلام يجتمع حتى يطفي لا يمكن، بل هو الذي ينور الظلام. لذلك في النظر جهد بسيط، لكن كم فيه من القوة، كم فيه من القوة النورانية. هذا كافي، هذا الخيط كافي لتمزيق الظلام. فما بالكم بهذه الأعمال، هذه الأعمال التي خرجت من جسد النبي صلى الله عليه وسلم، هذه كافية لفتح باب الهداية للبشرية، لأنها كلهم لهم نسبة. نسبة لمن؟ نسبة للنبي صلى الله عليه وسلم. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. هو البشير النذير، وهو منة الله على الخلق. لقد من الله على الذين آمنوا، والله يبين لنا أعظم علم، واعلموا أن فيكم رسول الله. هذه منة عظيمة من الله، وبه الله حبب إليكم الإيمان وزينه قلوبكم. حبب نعمة، النعمة الثانية زين، والله هذه نعمة، حبب وزين في قلوبكم. فكم الله زينه في قلوبهم، صحابة زينه، نسأل الله يزينه في قلوبنا. صحابة ما كانوا يكتبون، ولكن هو الذي كتب في قلوبهم، فنسأل الله كما كتب يكتب. مستعدين كلنا إن شاء الله.